أكثر ما هي تربوية. لا بالنسبة لهذا اليوم الذي يصادف الأسبوع الوطني للسلامة الطرقية، خصنا بلدية بنصر، منطقة بنصر فرخانة، خصنا نربيو، حيتاش هذه المائدة المسالية جاءت تحت شعار السياقة تربية أخلاق ومسؤولية. احنا دائما التربية بها غادي نبداو باش نكملوا بالمسؤولية. المسؤولية هنا ما غاديش تكون غير ديال المواطن، المسؤولية حتى ديال الدولة المغربية. حسب التصريح ديال مدينة النصر، نحمد الله في هاد 2014 ما سمعناش على شي حادثة مميتة، رغم أن قبل كنا كل أسبوع تكون حادثة جوج حادثة جوج. من نهار دار واحد المبادرة الجمعية المجتمع المدني في المنصرة الخانة، من نهار داروا ذاك الوضع ونقص حتى ما بقى الأرقام عطيها لنا السي سعد. المشكل ديالها السعد الوطني بالنسبة للإعلام أن الصناعة كاين نقص ديال 700 حادثة ديال هذا السنة، كيقول لك دور ديال الإعلام والشرطة، لأن حتى الأمن دار دور كثافة ديال الانتشار ديال الضرائب والأمن الوطني على الصعيد الوطني أنها أعطت واحد ثم توعية. ولكن اللي هو مهم وأساسي اللي خصو يدار أولا التوعية، التوعية أنه خصنا نبدأ من المدارس، لأن المدارس هو أداة ديال التواصل ديال الأطفال ديالنا كيمشيو ضحية، اللي هو أكبر ضحية ديال معظم الحوادث الطرقية. خلي لي زاكسيدو ديال السيارات اللي هي أنه كتكون مميتة ديال إما بحالة السكر أو السرعة المفرطة، اللي شفنا أن الحوادث المميتة ديال اللي على الطرقات واللي قرب المدارس ثم في المدن اللي كنشوفو معظم اللي كيمشيو ضحية هو إذن أن إنجاح هذا المسلسل اللي هو أنه خطير، أن حرب الطرق أكثر من حرب ديال الجيوش على حسب الإحصائيات الدولية، والمغرب من بين الدول المقدمة بالنسبة لهذه الحوادث المميتة. بين المؤسسات العمومية، جمعيات، مجتمع مدني، وعن طريق التفتح كيشمل التعاون مع كافة القطاعات، عن طريق استقبال المواطنين المتفقين اللي كيجيو مراكز ديال الأمن والمكاتب ديالهم، بالإضافة تحت شعار الشرطة في خدمة الجميع، وتواجد الظهور الأمني في الساحة من تدخلات السيارات المجهرة أو الدوريات اللي رجلة، وكذلك عناصر المرور اللي كتعمل على الحماية والوقاية إما من الجرائم ولا من المخالفات المرتكبة ولا تفادي الموضوع حوادث من أجل حد من الظواهر الإجرامية اللي نعتبرو مخالفة ديال قانون السير، ولا الحوادث راه بمثابة ظاهرة إجرامية لأن كنسميوها حرب الطرق. باش نتعاونوا مع سواء مع السلطات المحلية ولا مع المجالس المحلية الجماعات المحلية ولا مع المجتمع المدني بصفة جمعيات، ولا في إطار الشراكة مع الناس ديال المؤسسات التعليمية وزارة التربية والتعليم، لأن ضروري خصنا نوصلو ليهم باش كنبلغو والناشئة كيفاش تتعلم تقطع الطريق، كيفاش تصبح باش نعدوهم كرجال.